اهلا بحضراتكم من جديد. هنبدا مع حضراتكم اولى فقراتنا الحواريه مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بقاله كتير جدا مش موجود معانا، لكن دايما بيبقى موجود في بيته وعلى قناه النادي الاهلي، مع الكابتن اسلام الشاطر اللي كان مشرفني ومنورني، الكابتن شريف عبد المنعم. ازي حضرتك يا كابتن؟ كابتن عمر، اخبار حضرتك ايه؟ سعيد ان انا معاك النهارده. وحشنا يا كابتن. وانت كمان يا كابتن. يعني بقالي كتير ما شفتش حضرتك كده يعني، فيعني بقى كابتن تعالى لنا في الاهلي الليله. نجم بيت نجم عمر دلوقتي، احنا بنتمنى ان احنا نطلع معاك. ما اقدرش يا كابتن شريف. طبعا يعني النادي الاهلي كابتن، لقاء فيتا كلوب الكونغولي، النادي الاهلي خسر بهدف يعني في عدم توفيق كبير جدا، وبالتالي الاهلي خلاص بيستعد بكره لمباراه يوم السبت القادم امام فريق شبيبه الثوره الجزائري. في البدايه عايز اعرف راي حضرتك في المباراه، وازاي النادي الاهلي ممكن يعني يخطو ان شاء الله خطوه نحو اللقب، وان هو يعدي المباراه ويفوز بالثلاث نقاط ويتاهل كاول مجموعته علشان يتفادى اوائل المجموعات في المجموعات الاخرى. هو بسم الله الرحمن الرحيم، انا ليا راي خاص في المباراه، خدت بالك؟ وبرؤيتي انا لما بقعد اتفرج على النادي الاهلي بقدر احلله من حيث الاداء ومن حيث ال 90 دقيقه كامله، من تصرفات اجهزه فنيه لتصرفات لاعبين داخل الملعب للاجواء المحيطه بالمباراه نفسها. انك انت لو بتتفرج على المباراه في افريقيا في هذا الملعب اللي ما يعني ما حدش يقدر يلعب عليه كوره طبيعيه، حتى لو كان احسن نجوم العالم بيلعبوا على الملعب ده مش هيأدوا الاداء المتميز او الاداء الجيد بتاعهم اللي هم ممكن يأدوه في ظروف طبيعيه جدا على الارض، طبيعيه جدا في شكل طبيعي جدا لامكانيات اللاعبين اللي هم يقدروا يعملوها. وهستشهد بموقف واحد حصل بس في المباراه، ان حسين الشحات لما نزل وحب يجري بالكوره ويعمل سبرنت بيها ويعمل اختراق، من الارض ما ساعدتوش وكان ممكن يتعور، ويتعور اصابه بليغه جدا. صح. يعني انت مش هتشوفه تاني مثلا لمده شهر زي كده ما حصل في وليد سليمان في مباراه الجزائر اللي احنا هنلعبهم في ارضهم، اللي هي برضو الاراضي اللي اتمنع الكوره عليها. انا ما اعرفش ازاي لحد دلوقتي بيبقى فيه لعب على الاراضي دي لحد دلوقتي. تاني حاجه، النادي الاهلي ما لعبش وحش. صح، اتفق معاك. الاهلي لعب كويس جدا طبعا على فترات المباراه. تقارب الخطوط بسبب ارضيه الملعب ما كانتش هي التقارب السليم، التحرك السليم للعيبه اللي احنا شفناه في ماتش بتروجيت. بتروجيت السيمفونيه الرائعه اللي اتعملت على ارض طبيعيه، وان كنت برضو ما بشيتش بيها كمان، انما لعبوا مباراه عالميه، يعني زي ما بيتكلموا على الكره السريعه، النقل السريع، تحركات اللعيبه. اللعيبه ادت كل حاجه في هذه المباراه، وهم اللعيبه على فكره. يمكن رمضان صبحي اللي دخل عليهم تغيير واحد، مضطرين ان هو يبقى موجود في نفس التيم يعني، او الشكل والتدوير يعني. فالناس زعلانه انها اتغلبت بهذا الجول بهذا الشكل، من حقها طبعا يبقى مباراه زي ده. انت الابر هاند، انت الوان سايد جيم، انت اللي رايح على الجول، انت اللي مضيع جول، ما بتضيعش مش هي، وبتبقى الهجمه مركبه. يعني الهجمه بتبقى رايحه على الجول شوطه واثنين وثلاثه، تقدر ثلاث اربع مرات من هجمه واحده تجيب جول من لعيبه متميزه الحقيقه. ويعني لو استغلتش الفرصه ممكن تستغلها في اي وقت تاني، استغلها بعدها على طول. ما كانش في حظ، خد بالك. ويجوز يمكن اللي يعاب علينا ان احنا كنا عايزين نخرج سلام من هذه المباراه، على الاقل بشكل تعادلي، ان انت ما تتغلبش. انما قدر الله ما شاء فعل ان انت تأدي مباراه جيده جدا في ظروف صعبه جدا وتتغلب، وده واقع. يعني ما كل الفرق في العالم بتكسب وتتغلب، تتعادل وتكسب، تطلع بره تكسب لو محتاجه المكسب، وترجع مصر هنا تتعادل او تغلب. وده حصل معانا في ماتشات تونس كتير قوي مع الترجي، وفرق كتير قوي بتحصل لنا في افريقيا، وبنوصل للفاينل ومفيش اي حاجه بتحصل. بالنسبه للمباراه بتاعه الجزائر، انت لو كنت اتعادلت حتى كنت لازم تكسب، يعني بس عشان الناس تفهم طبعا، انت لازم تكسب سبيبه الثوره برضو طبعا. يعني حتى لو تعادلت في المباراه اللي فاتت، النتيجه ان انت خسرت او اتغلبت او تعادلت في المباراه هناك ما كانتش تفرق. اللي كان يفرق انك انت لازم تكسب، تفوز في مباراه يوم السبت. المباراه اللي فاتت دي لو كنت كسبت الحقيقه هنا كان ممكن يريحك، تتعادل خلاص ما حدش هيعرف يجيبك، لان ما حدش كان يقدر يجيب لك السيناريو ده اللي حصل، غير ان المجموعه كلها تبقى كلها بصدد الماتشين اللي بيتلعبوا في وقت واحد. النتيجه هنا او النتيجه هنا هتفرق مع الاربع فرق في نفس الوقت. فعايز ارجع معاك، ده كان رايي في المباراه اللي فاتت، ان احنا حظ عاسر جدا، انما ما كانش فيه التقصير اللي هو الناس وصفت بيه، او الناس زعلانه. من حق الناس انها تزعل الحقيقه، تزعل بعد الثوره اللي حاصله في الفرقه والتدوير. وان شاء ما شاء الله الراجل المدرب عنده فكر كبير قوي، عنده لعيبه دلوقتي تقدر تقول عليه قوام اساسي، ويعني بدلاء على دكه الحضاره جامدين جدا. عندنا احسن لعيبه موجوده في مصر، الكلام ده انا كنت قلته امبارح في الحلقه هنا مع اسلام. فاحنا مش عايزين نقلق من اي حاجه. احنا انا امبارح قلت ان انا في تحليل مباراه الجزائر اللي جايه دي، ان هم من اضعف الخطوط الدفاعيه مظبوط اللي موجوده في الاربع فرق يعني.
واللعيبه عارفه قد كده، واللعيبه دايما متعامله من سنتين فاتوا عمر ان هم متعودين يلعبوا تحت ضغط نفسي والضغوط النفسيه دي. احنا السنه اللي فاتت ابتدينا بنقطه متاخرين لو تفتكر، وبين اول مجموعه ووصلنا الفاينل مع فرقه الترجي اللي كانت معانا في نفس المجموعه، فما فيش قلق الحمد لله يعني، ولا في اي حاجه. احنا بنطمن جماهيرنا ان احنا ماشيين بخطه ثابته. نتيجه ماتش مش هي اللي هتحل، مع ان التعادل فيها حتى ما كانش يفرق معانا، كنا لازم برضه هيبقى مطلوب مننا ان احنا نفوز في المباراه الجايه. كابتن شريف، لو الاهلي كان كسب المباراه هل كنت ممكن تلاقي كل السلبيات اللي موجوده، ولا دايما في كره القدم حتى يعني مع اختلاف الاجيال ومع اختلاف الثقافات المكسب بنقول في لغه الكوره بيداري كل العيوب اللي موجوده، والهزيمه بتبين كل السلبيات حتى لو في ايجابيات في مباراه كره القدم؟ هل ده هو الشائع فعلا، وهل دي الحاجه اللي دايما بتبقى موجوده في كره القدم، ان المكسب بيداري على كل العيوب اللي موجوده، وان الهزيمه بتبين وبتكشف كل السلبيات والايجابيات اللي موجوده في الفريق؟ ده حقيقه اللي انت بتقوله ده طبعا، يعني مع ان مفيش عيوب الحمد لله يعني. بالظبط، ما انا عشان كده بقول عليك السلبيات والايجابيات. يعني الـ الـ الهزيمه ليها مليون اب، كويس؟ المكسب اب واحد، صح، اللي هو اللاعبين او الجهاز الفني او الاهداء للجماهير، خدت بالك، والمجالس الاداره على طول في اتهامات في اي شيء، في اي جوانب، في اي سلبيات، في اي تراشق، في اي الهزيمه. انت كنت انت او غيرك الحقيقه، فالناس بتمسك على اي حد، اي غلطه بتحصل اثناء المباراه بتصب على نتيجه المباراه. انت لما بتلعب وبتكسب انت ما عندكش حاجه، انت محتاج، انت ماشي بخطه ثابته، انت ما شاء الله كنت فارق 14 نقطه في الدوري العام عن فريق المتقدم، وبعد كده بقى الفرق بينك وبينه نقطه مع تاجيل مباراه ان شاء الله، مع تاجيل مباراه لنادي الزمالك. ف ماشي، مش شايف حد يعني، مش شايف حاجه. ده النادي الاهلي، ده الفرق اللي هي دايما بتحصل على البطولات، هي اللي بتبص لنفسها بس. هو القوام اللي بتاعها، صح، الشكل اللي بتمشي فيه الطبيعي انك انت صاحب بطوله او صاحب بطولات، فبتلعب يعني ما عندكش تغيير في المبادئ، ما عندكش تغيير في مش عايز اقول لك في ايه يعني، في الاسلوب. احنا اسلوبنا واحد في كل حاجه، فلما بتحصل حاجه انت مش متعود عليها، اللي انك تتهزم مباراتين في افريقيا بره الملعب، من حق الناس تتضايق. بس احنا ما عندناش عيوب تتكشف، يعني تتكشف يقول لك ايه، احنا بعد ما دخل فينا الجون فكينا شويه. طب هو ده اي فرقه بيخش فيها عمر جون طبعا يا كابتن. طبعا وعلي لطفي طلع 3 4 تجوان، رايك فيها يا كابتن؟ كويس، يعني الراجل ادى مع عليه اللي هو المفروض يعمله، ما هو راح يقف جول لاي ظروف تحصل. بالنسبه للشناوي وبالنسبه للشريف اكرامي، ما هم نفس القصه، نفس الشكل، نفس المطلوب، نفس دول من احسن، المفروض اي حد بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي او موجود في النادي الاهلي من احسن اللعيبه اللي هي موجوده في البلد، او من احسن اللعيبه اللي العينين بتجيبها انها تبقى موجوده. يعني علي لطفي لو بيلعب على طول هيبقى الشناوي، وهيبقى حارس مرمى منتخب مصر لو بيلعب على طول. صح، الاداء والمواقف والخبره بتصنع الابطال كلها. صح، وانت ما انت لما بتعمل الارضيه الثابته دي سياسه النادي الاهلي من 800 سنه، انك بتحضر الناشئين بتوعك وبتحضر احسن الناس انها تبقى عناصر عندك. وانا مش هخبي عليك، انا وانا في الناشئين كان عندي قاعده كبيره جدا في الناشئين معايا بتلعب كره، واثبتت وجودها داخل اروقه النادي الاهلي وفي الفرق الكبيره. انما في نفس الوقت احنا كان عندنا جمال عبد العظيم، عندنا محسن صالح، عندنا عطاولة. احمد عبد الباقي، بص يعني عتاوله في عطار الشيخ، كل دول ما كانوش البيز الاهلي، كانوا بيجوا برضو. وبعدين جاء علينا بقى بعد كده خالد بيبو بركات وبوتريكا، ما بيخش وبيطلع بس دول كله. كانوا، عايز اقول لك على حاجه، بيبقوا موجودين في حته بقدر قد كده. لما بتيجوا النادي الاهلي بيبقوا ايه؟ صح، نجوم اكتر. بيبقى تريكا الماجيكو، بيبقى خالد بيبو، بيبقى حتى كابتن جيلبرتو وفلافيو، حتى المحترفين اللي بيبقوا جميع اللعيبه بتيجي بقى لها كيان وبقى لها وضع وبقى لها شكل تاني في اروقه النادي الاهلي، اللي هو دستوره 3 ورقات سهله جدا، الاحترام والمبادئ وانك ليك واللي عليك وجماهيرك المحترمه، مفيش اي يعني خروج عن النص، خدت بالك، لانك انت لما بتزقهم او بتحاول تستفزهم في نفس الوقت هم بالبطولات. لما بتكسب النادي الاهلي جماهيره بتشجع بس، جماهيره بتقول اهلي بس، يعني لما بتكسب ما هو ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، ده اللي عودناهم عليه وده اللي احنا اتعودنا عليه في اروقه النادي الاهلي كله. واليوم ما تلبس التيشيرت النادي الاهلي انت بتكبر جامد قوي، صح، الناس عارفه كل ده. فلما انت تخسر ماتشين في بطوله انت الاحب ليك، او بتتاخر في بطوله وتبقى الثاني في المركز الثاني، انت مش متعود على هذا، ده لازم يحدث اللي بيحصل، لازم يحصل الكلام اللي بيحصل.
لازم تشوف السلبيات اللي انت عايز تطلعها فيها. ماشي يا عم انا عندي سلبيات اوكي، بس انا سلبياتي في اصاباتي، سلبياتي في عدم القوام الاساسي بتاعي، في ضغط المباريات، سلبياتي ان انا مضغوط عليا في تلاحم ثلاث مواسم ورا بعض. الناس كلها بتقول موسمين وانا عارف ان هم ثلاثه، ثلاثه ورا بعض يا عمر. اللعيبه دي مش عارف تاخد نفس، ولاعيب زي وليد سليمان يا عيني يشيل الليله كلها في الميركو الشتوي، وبعدين يجي الميركاتو الصيفي يديك الحقيقه انك انت تجدد، فيستقطروا عليك ان انت بتجدد، فحتى اللي بتجددهم العين تروح ضربهم ومتعوره، زي محمد محمود وبيت اللعيبه عيني اللي بتيجي عندها شد. عاشور ووليد جيرالدو ده اول يوم جالك جاله شد في رجليه الاثنين، صح. فانت من النوع اللي العين عليك جامده جدا، انك بطل جامد قوي، بطل بفارق كبير قوي عن اي حد، ومش عايز حد يفهم كلمتي بفارق كبير عن اي حد، ان مثلا ان انا بخص نادي الزمالك. انا عايز اقول لكم على حاجه، نادي الزمالك لما بيلعب في اي بطوله افريقيه في اي حاجه احنا كلنا بنتمنى له الفوز، ما بنقولش عايزينه يخسر. اتحداك ان في حد بيتمنى لاي فريق مصري بيلعب في افريقيا، الاسماعيلي، المصري، الزمالك، ان احنا عايزينه يتغلب. بالعكس انا واحد من الناس، ومش عايز حد يفهمني غلط يعني، انا بتمنى النادي الزمالك انه يصفي ويطلع ويكسب وياخد الكونفدراليه، احسن لي ان فرقتي وفرقه بلدي هي اللي تكسب، احسن لي ان انا اعمل سوبر معاه ان شاء الله والبلد تنتعش وتفضل الدنيا كلها السوشيال ميديا بتتكلم على القمه اللي موجوده على طول الحياه. وانا لما اخد الدوري من الزمالك احلى دوري، ولما الزمالك ياخد مني انا الدوري احلى دوري بالنسبه للزمالك طبعا، مش اللي هي انا باخده من حد تاني. الطعم من البطل والبطل بيلعبوا بعض، ريال مدريد وبرشلونه لما بيلعبوا مع بعض الطعم بيبقى هنا الحلو، يعني ما بتبقاش حلو قوي وانت تتفرج على الدوري الاسباني. انا بنقل الفارق بين ريال مدريد وبرشلونه 12 نقطه. طب ممكن اقف معاك في النقطه دي يا كابتن؟ يلا. ريال مدريد وبرشلونه؟ يلا بينا. زيدان مدير فني رسميا لريال مدريد حتى عام 2022 ساب الاوفر. لا لا كان كلام، لا كان كلام، لكن رسميا كلام ما كانش محقق. انت بقى بتاع الحاجات دي اللي انا بقعد اتفرج عليها. انا سعيد بيك المحادثه اللي عملتها مع مدرب نادي اياكس. مدرب اياكس ربنا يخليك، انت شرف لينا كلنا ان انت تبقى في هذا الموقع واللغات وكل حاجه ما شاء الله. بهنيك يا كابتن ربيع على ابنك والله وابننا جميعا. خلي حضرتك يا كابتن جيلي. طب رايك ايه يا كابتن طارق في زيدان ان يرجع تاني لريال مدريد بعد ما كان طبعا 9 شهور بره ريال مدريد، وبالتالي ريال خرج من موسم واحد من 3 بطولات، شايف ان زيدان يا كابتن اخطا ان هو يرجع ولا امر طبيعي وان زيدان قادر بالعوده بالبطولات تاني مع ريال مدريد؟ طبعا اذا كان مدرب عندك بيصاحبه شيء من الحظ فلازم يصاحبه كمان شيء من اللعيبه الكويسه، يعني اللعيبه اللي هي يقدر يعمل قوام للعيبه على غرار كريستيانو. عنده لعيب في برازيلي هايل، هو ازاي زيدان فينيسيوس جونيور زي زيدان هيجي يترجم اللاعب ده بصغر سنه بادائه بفنشه بيفنش الكره ازاي، ده هيبقى مدرب معاه لاعب يقدر يعوضه كريستيانو ان شاء الله، ويقدر يحط له التدعيمات اللي حواليه. يعني ما ينفعش اسكو يبقى تخين كده ونازل الماتش وانا حاسس ان هو بيلعب ماتش برشلونه شويه اللي نزله، وان الجماهير كلها بتقول اسكو ان هو ينزل زايد في الملعب، ما ينزلش يأدي الجماهيريه بتاعت كله. لما يجي زيدان يظبط حاجه زي كده، لما يجي زيدان هيحط عينه كمان على، هيشغل اللعيبه، اللعيبه هيبقى فيه روح وثقه بين اللاعب وبين المدرب. هو عارفني وعارف قدراتي قد ايه، وبيديني ال 30 دقيقه وبيديني 5 دقايق وبيديني وبيحملني المسؤوليه. وبعدين لما تبقى في شخصيه قويه على الخط اللاعب بتشجع ريال يا كابتن شريف؟ ولا بتشجع برشلونه؟ بص هقول انا بطبعنا كلنا كنا بنشجع ريال مدريد، واحنا من يعني كانت سمعه كبيره من ايام دي ستيفن وخنتو والناس دي، يعني انا يعني حضرت اسماء كبيره قوي في ريال مدريد. انما الراجل اسمه ميسي ده احنا نروح وراه في اي حته، يعني احنا بقينا نغير منه الحقيقه، يعني بنحس ان احنا مهما اتقال علينا ان احنا كنا لعيبه جامده قوي، الراجل ده بقعد اتفرج عليه برده حكايه ثانيه، طعم ثاني، قوه ثانيه، بيصنف بقى زي جنب مارادونا كده وكرويف والناس دي، الناس دي كانت عظماء قوي في الكوره. عمر كرويف ده كان يعني عظيم جدا اللاعب اللي هو يقود فرقه لوحده، انك انت تقدر تغير نتيجه المباراه في اي وقت في اي لحظه في اي في امكانيات الهيه موجوده، وهو الحقيقه يستاهل كل حاجه. فمن حق برشلونه انها تخدم على هذا اللاعب. وبعدين لما تجيب له واحد زي نيمار، ولا تجيب له واحد زي سواريز، ولا تجيب له الراجل اسمه ديمبلي ده كمان المصيبه اللي هو نازل معاه يعني، فلازم تروح برشلونه بقى يا عمر عشان احنا ما نروحش في حته ثانيه. طيب نرجع تاني بقى للنادي الاهلي. ممكن لو سالت كابتن شريف عبد المنعم وقلت له ايه الصعوبات اللي ممكن تواجه النادي الاهلي في مباراه شبيبه الثوره تكون ايه؟
ما عنديش صعوبات غير التركيز الحقيقه في الفتره اللي فاتت دي من اول بدايات، ان يعني هم خدوا لونج جيرني شويه وتاخروا حتى في الرحله في العوده. احنا بنلم الفرقه ذهنيا يعني، وخلاص انا يعني لخصناها، اتعادلتوا وانتوا راجعين احسبوا نفسكم انتوا ما اتغلبتوش، انتوا اتعادلتوا برضه هتكسبوا، لازم تكسبوا شبيبة الثوره، لازم تلعبوا على ارضكم هنا وتثبتوا للعالم كله ان الارض هي كانت السبب في المباراه اللي فاتت. فاحنا بنلم نفسنا وبنخرج ذهننا، بنرجع للاسارتي الحقيقه ودور كبير هو والجهاز الفني بتاعه، ازاي بياخد اللعيبه دي ويعمل لها مشاهده للمباراه الاولانيه اللي هم لعبوا مع شباب الثوره فيها للمباريات الاخيره. لغه الفيديو اللي هو جه عليها عمر لو تفتكر كان جه اول ما جه ابتدى مع اللعيبه وابتدى يعمل اجتماعات كتير، ابتدى يوري اللعيبه نفسها، ابتدى هو يتفرج عليهم وابتدى يفرج الخصم بيلعب ازاي، مش احنا اللي نفرج بقى الخصم بيلعب ازاي، لا احنا اللي بنتفرج على النادي دي وبنشوف ازاي هنروح منين. هم عندهم خط دفاع ورا من اضعف الخطوط اللي احنا موجوده في المجموعه كلها. تمام. فاحنا عندنا الاطراف بتاعتنا الحمد لله ما شاء الله يعني اساس اللعب عندنا، اذا كان علي معلول او محمد هاني، واذا كان في نص الملعب بيبقى في كريم نيدفيد بيدي حريه لعمرو السوليه لما بيكون سليم عمرو السوليه الحقيقه، وعنده الحريه مع كريم نيدفيد مع حمدي اسمه حمدي ايه؟ حمدي فتحي لما يكونش مصاب موجود او وات ايفر اي واحد تاني، هشام محمد حسام عاشور بيرجع، النادي دي كلها بتدي تحرر للعيبه بتاعتنا زي ناصر ماهر والزياده العدديه مع المحطه الكبيره قوي بتاعتي بتاعت اجاييه، عندما يوفق اجاييه الفرقه كلها الحقيقه بتبقى المحطه الكبيره بتاعت اجاييه لما بيقف وتديله سرعات مع ازارو، في فكر من الجهاز الفني الحقيقه النهارده ازاي يخترق هذا الدفاع اللي انا يعني بتمنى ان هو سهل ان احنا في اول 10 دقائق او ربع ساعه نحرز هدف وبعد كده نغطي الهدف عشان ما عندناش مفاجات بالنسبه لبقيه المباراه. فانا شايف ان النادي الاهلي بتركيزه الحقيقه واهتمام اللعيبه انها توصل نهائي اول مجموعه وتكسب مكسب كويس ان شاء الله هتبقى حاجه سهله جدا، واتمنى من اللعيبه بقى المره دي تساعد الجهاز الفني اللي هو اعتقد انه هياخد الفرقه بالتدريج دلوقتي في الشكل البدني، حسيته ما رهقهمش حتى عشان انت عصبيه مشدود اصلا. انا كنت لسه اسال حضرتك هل الضغط على اللعيبه من حيث ان انت ما عندكش حل غير الفوز ممكن يكون من احد الصعوبات اللي حضرتك تتكلم عليها؟ مظبوط، بس اللعيبه بتاعتك خبرات كبيره. بالظبط يا كابتن، لعيبه كبيره في المقام وفي الاساس، منهم لعيبه لعبت قدام ريال مدريد في بطوله العالم اللي فاتت زي حسين شحات كويس ورقص فرقه ريال مدريد وكان ممكن يجيب جول واثنين. عندك لعيب بيلعب في انجلترا على طول رمضان صبحي. عندك جيرالدو ده راجل هجام وسبرينتر. عندك جيرالدو مش هيكون مش موجود في افريقيا سوري يعني بتكلم عموما في الفرقه. عندك لعيبه كتير قوي بتخترق من ناحيه اليمين وتخترق من ناحيه الشمال. عندك اطراف بتلعب زي ما عندك بقى اثنين، وان كان احنا بنتمنى نلعب 4-3-3 الماتش ده عشان يبقى عندك الخطوط الهجوميه متقاربه من ناحيه اليمين ونص الملعب وناحيه الشمال. فيمكن وليد ازارو جنب اجايه والناحيه اليمين هيبقى حسين شحات على ما اعتقد، دول ممكن يعملوا شكل هجومي كويس قوي، عرضيات كتير مع محمد هاني بقى سبورت من علي معلول الناحيه الثانيه، كل ده ممكن انت يعمل هزه للفريق اللي قدامك، هزه نفسيه مع الطريقه اللي هي العالميه اللي بيلعبوا بيها البرشلونيه اللي انت بتسالني الكاتالونيه. النادي الاهلي لعب قدام بتروجيت او من اول ما رجعوا تاني اللعيبه ترجع للقوام الاساسي بتاعها بعيد عن المستشفى يعني، ابتدينا نلعب كره سريعه جدا، تحركات سريعه جدا، رغبه اللعيبه في الوجود داخل الملعب واحراز الاهداف، استغلال الاهداف اللي جايه دي علامه الرد في المباراه للجماهير الغفيره باذن الله اللي هتروح معانا لمباراه برج العرب ان شاء الله. برج العرب يا رب يعملوا 20,000 مش 10,000 بس، والنادي الاهلي هيبقى في احتفاليه كبيره باذن الله يعني. كابتن شريف عبد المنعم، لو حضرتك المدير الفني للنادي الاهلي وبكره عندك اول تدريب بعد العوده من السفر بالسلامه، ايه اللي ممكن تقوله للعيبتك في اول تجمع ما بينك وبينهم جوه الملعب؟ مين سليم ومين مصاب ومين حاسس بايه؟ ده اول حاجه في الاجتماع. تمام. في حد بيشتكي من اي حاجه؟ ده اول حاجه. عشان كده هو طلب تقرير من كل اللعيبه اللي كانت موجوده في القاهره في الفتره اللي كان مش موجود فيها، سواء المصابين او سواء اللي كانوا بيتمرنوا في التمرينات الفرديه. يبقى انا مدرب كويس. يعني اهم حاجه عندك ان انت كده الادوات بتاعتك تبقى سليمه يعني. طب نفسيا انا كابتن ازاي اتكلم معاهم؟ هتكلم تقول لهم ايه؟ هو شاف فرقته راحت على الجول، شاف فرقته راحت، من الراجل هيتجنن قاعد على البتاع، حاسس ان في اراده سماويه في المباراه. مش لعيبه متخاذله او اي حاجه، الكره اللي دخلت في الجون دي في سبب تخاذل من اي لعيب؟ لا طبعا تخاذل يا كابتن، الكره يعني فيها عدم توفيق كبير جدا للاهلي وتوفيق كبير جدا يعني للفريق. انت شايف ان ده اضلع بعد كده انت فكيت وهجمت وعايز تعوض الجول، بس الفكره ان الجون جه في وقت فعلا ما كانش فيه يعني وقت تعويض فيه كبير، مفيش تعويض. الشكل اللي هو كان بيتمناه انه يأهل لك لعيب زي ازارو في التغييرات، اصل في ناس ممكن تقول لك التغييرات اللي عملها دايما كل واحد عايز يصطادك في الخساره زي ما انت صح.
لا التغييرات ده هو بيأهل لعيب انه عايزه في مباراه الجزائر. صح. عندك ما شاء الله عنده مروان محسن دلوقتي في الاداء اللي انت شفته في مباراه الدوري والعوده الكبيره قوي اللي بيرجعها وبيتعامل ازاي وبيعمل اسيست وبيطلع من الاسيست يكمل بسرعه ليروح ال 18 ابتدى يخش يدخل نفسه في فورمه اللاعب اللي هو مطلوب، اللاعب اللي هو لازم يثبت، اللاعب اللي هو لازم يحرز. فبقى عندك انت كم من اللعيبه ان انت تقدر تحط الشكل اللي انت عايزه بقى 4 4 2 4 3 3 4 3 2 1 زي ما انت شايف الفرقه اللي قدامك ايه يعني شكله القوه غير الراجل اسمه حاجه شريف ده اللي هو بيلعب ناحيه الشمال محمد شريف محمد شريف ده اللي بيلعب ناحيه الشمال عندهم هو القوه الاساسيه بس هناك هو بيصطاد اللعيبه على الترتان الكره بيزحلقها ويقدر ياخد الراجل في الترتان انت عارف احنا ما بنروح نلعب في الترتان مش عارفين نقف على حيلنا لو اي واحد جري من جنبنا كده يا تضربه يا هيعدي خلاص يعني ما بتبقاش فيه الحريه او الحمايه الكامله على الارض ان انت تدافع عن نفسك هو محمد شريف ده يظهر على ارض الترتان انما في الارض اللي هي الطبيعيه اللي بيلعب يقدر المدافع بتاعك يستخلص ويقدر يعمل فرق السرعات بينك وبينه خصوصا كمان انا عايز اقول لك على حاجه انت تقدر تريح الجهاز الفني ده كله في اي شكل بقى قبل ما نوصل للمباراه بهدف الهدف الاولاني في التركيز الاولاني في الدفع الاولاني في الضغط على فرقه زي دي من البدري ما تديش للفرقه حريه ان هو يقاسمك في المباراه الحاله الوحيده اللي يقدر يقاسمك في المباراه لو انت رحت المباراه وانت بدنيا مش مظبوط بدنيا اوفر تريننج بدنيا في ارهاق دي بقى دور الاجهزه الفنيه كلها ايا كان في موقعه كل منا هنا حتى واحنا قاعدين لما بنكلم اللعيبه او بنتكلم مع اي حد بنتمنى لهم ان هم يهدوا خالص جدا المباراه الجايه مباراه سهله بالنسبه لهم ان شاء الله بس تركيز وقوه بدنيه كبيره قوي في الملعب بتعوض حتى لما بنروح نهجم وكره ما بتجيش جول ازاي نرد ونستخلصها ونرجع تاني هو ده الضغط اللي بيبقى فيه 10 15 20 دقيقه في الاول احنا مسيطرين واعتقد الاهلي لما بيسيطر 20 دقيقه على دفاع مش قد كده يعني يقدر يترجم اهداف كتير قوي ويريح بقى الجماهير ويريح الدنيا والجماهير لما بتقول الاه اللاعب فينا بيبقى 100 حصان مش الوقت اللي هو حتى لو متعور بيكمل وهو متعور كابتن شريف عبد المنعم المشجع توقعاتك ايه للمباراه الاهلي وشبيبة الثور من 3 ل 4 يعني انا كشريف عبد المنعم كلاعب مشجع كرة. مش لعيب كوره لا انا عايز كابتن مشجع طول عمري قاعد معاكم هنا مشجع اهلاوي مش محلل يعني من 3 ل 4 يعني باذن الله يعني طيب ده كان قناعه وانا قلت انا قلت النتيجه دي على فكره ما تخليش اقول ان انا قلت 5 من ساعه ما تعادلنا معاهم 1-1 هناك يعني دي فرقه الملعب هو اللي خلاهم ينصفونا الاجوال احنا قمنا عليهم 10 دقايق كنا لو في 5 دقايق كمان فاكر في المباراه اللي هناك عندهم كنا مكسب 2-3 هناك فما ما تتخيلش النتائج تتحكم في نفسياتك انت. طيب ده كان راي كابتن شريف عبد المنعم في توقعاته لمباراه الاهلي وشبيبه الثوره تعالوا نروح وتقرير وراي الجمهور الاهلاوي في مباراه يوم السبت القادم ضد فريق شبيبه الثوره في دوري ابطال افريقيا ونرجع نكمل مع حضراتكم. اتمنى من اللعيبه انهم يكونوا رجاله ويقدموا لنا ماتش كويس باذن الله. ان شاء الله الرحمن السبت الجاي المباراه دي النهائيه بالنسبه لنا في المجموعه فدي لازم نكسب فيها انت في مصر في بيتك بتلعب في بيتك فلازم غير بره بره في 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 ثغرات وفي المدرب يعني ما ظبطش نفسه معاهم هناك وفرصهم ضايعه هنا عندنا في مصر ان شاء الله الرحمن يكون نقدر نسيطر واحنا هنمتلك الملعب ان شاء الله ونغلب فرصه انه يعتلي قمه المجموعه ان شاء الله لان بحصول النادي على الثلاث نقاط دول هيعتلي المجموعه اعتلاء المجموعه دي هيبقى ليه مزايا كويسه اولا هيقابل الثاني من المجموعه الثانيه هيتفادى الصدام مع فريق يكون اقوى اللي هو متصدر المجموعه الثانيه لازم نعالج الاخطاء اللي هي كانت في الماتش بتاع امبارح وخصوصا ضياع فرص سهله جدا لازم اللعيبه تركز تركيز شديد قوي علشان يقدروا يحصلوا على النقاط الثلاثه دي لازم يبقى في توازن بين الدفاع والهجوم طبعا دي حاجه مش هتغيب عن طبعا الاداره الفنيه لكن بنتمنى ان المهاجمين
يكون من عندهم توفيق أكثر إن شاء الله في المباراة بتاعت السبت القادم إن شاء الله. والله أنا متوقع أن الأهلي دايما معودنا على أن هو في الظروف الصعبة دي بيقدر ينتصر وبيقدر يعدي وبيقدر يفوت من أي أزمات، واحنا يعني املنا كبير في لعيب النادي واملنا كبير في ان هم يقدروا يتلافوا اخطاء بتاعه الماتش بتاع امبارح. احنا برضو لازم نعذر ان احنا كنا بنلعب على ملعب مش بتاعنا والملعب ظروفه كانت صعبه وان اللعيبه برضو بتلعب في ارض غير ارضها، ويعني نتمنى ان احنا هنقدر نعدي وهنقدر ننتصر ان شاء الله ونكسب الماتش ده باذن الله ونصعد للدور اللي بعده باذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد، ده كان راي جمهور النادي الاهلي في مباراه يوم السبت القادم امام فريق شبيبه الثوره. كابتن شريف، لو اتكلمت مع حضرتك وقلت ايه افضل طريقه الاهلي ممكن يلعب بيها ونشرحها شويه، حضرتك قلت عايز تلعب 4-3-3، لكن ايه اللي حضرتك الشكل الاهلي عايز يلعب بيه جوه الملعب وايه السيناريو اللي ممكن حضرتك تتوقعه اثناء سير اللقاء؟ مفيش، هو الحاله البدنيه اللي انا كلمتك عنها، الشكل اللعيبه اللي هي مصوره، شكل اللعيبه اللي هي بتعود، شكل الماتش اللي هو خرجنا منه اللي فات، في حاجات كتير قوي بالنسبه للمدير الفني بيحط نقاط القوه بتاعته فيها اللي هو على الشكل بتاع نادي شبيبه الثوره. منين هو حاسس ان انا اضعف الخطوط بالنسبه لشبيبه الثوره، واجمد حاجه عندك انت او شكل القوه في اللعيبه اللي موجوده عندك اللي انا كنت بكلمك عنهم دلوقتي، اجايين مع ازارو مع مروان محسن مع حسين الشحات، ده شكل، مع ناصر ماهر ده شكل كبير قوي، مع سولية مع حمدي فتحي، يعني اتكلمنا على اشكال كبيره قوي. خدت بالك تقدر تترجم السيطره من نص الملعب وتقرب الخطوط، حتى الدفاعات بتاعتك تبقى قريبه من نص الملعب شويه، لكن الكره ما تتقطع منك يبقى احمر 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 في الملعب. هو ده شكل الخططي او شكل التكتيكس اللي هو هيشتغل عليه الفتره الجايه، ومش محتاجين اكتر من كده. يعني كابتن 4-3-3، اشمعنى كابتن شريف اختار طريقه اللعب دي؟ ليه مش 4-2-3-1؟ ليه النادي الاهلي ما لعبش 4-4-2؟ ليه كابتن شريف اختار 4-3-3؟ هاخد من كلامك واتكلم على اثنين فيرود يبقوا موجودين في المنطقه دي، لان هيبقى ان شاء الله الخطوط عندك اللي هي الخلفيه بتتحرك كويس قوي، بتبقى محتاجه زياده عدديه موجوده في منطقه الجزاء. هو ده اللي يترجم لك الاهداف وترجم لك نهايه الهجمه اللي انت بتبتدي منها. انما طول ما انت بتلعب بمهاجم واحد في ستريت شوت في عمق هجومي واحد كده وبيستنى التدعيمات اللي هي جايه الخلفيه يمين وشمال، اعتقد ان هي لما تبقى بدايتها انت محدد الخطوره على الاثنين ديفندر بتوع شبيبه الثوره، هو ده الشكل اللي يبقى المفروض، هو ده الشكل، وانت عندك من اللعيبه والامكانيات اللي انت تبني عليها اي خطط هجوميه في هذه المباراه. كابتن شريف، لو تخيلنا سيناريو المباراه ايه اللي ممكن يتم فيه؟ يعني نسرح كده في خيالنا او نتمنى ايه السيناريو اللي احنا ممكن نتمناه خلال مباراه شبيبه الثوره من البدايه وحتى النهايه؟ هل كابتن شريف عنده سيناريو الاهلي يكون ضاغط من البدايه مع بعض التحفظات الدفاعيه، ولا الاهلي يكون هاجم من البدايه يجيب هدف في الثاني في الثالث وبالتالي يريح نفسه ويريح جمهوره ويكون ضمن خلاص صعوده كمركز اول، وايضا يعني من غير بقى ما يبص لاي نتائج ثانيه في المجموعه؟ هو لو احنا ما فكرناش ان هم هيلعبوا معانا على الكونتر اتاك ويحاولوا يستخلصوا الكوره منك ويصطادوا لك ان هم يجيبوا فيه جول في وقت انت بتبقى في نفس الوقت مهاجم فيه، فيهزوا نفسيتك شويه انك انت يرجعوك تاني ويشاركوك في المباراه ويتعادلوا معاك في المباراه ويبقوا عايزين يعملوا اي هزه، هو ده الشكل اللي هم هيلعبوا عليه. فاحنا بالاولى ان احنا لما بعرفين ان احنا هنلعب الفرقه دي شكلها عامل ازاي، نبقى احنا محضرين الديفندر بتاعي انا مكلمه عارف ان ده هيبقى في عمق شويه، ما يسيبش يلعبوا على خط واحد، ما ينفعش ان احنا نبقى في حاله ثوره هجوميه بدون التحفظ على نص ملعبنا ومع الديفندر بتاعنا مقربين مش مدين مساحات لفرقه الثوره انها تعمل كونتر اتاك صريح عليك. انت في نفس الوقت كل التركيز وكل الامكانيات من اللاعبين والهجوم عندك في هذا المباراه انك انت تترجمه بهدوء اعصاب، يعني مش لازم اللي هو الرش قوي اللي هو السرعات وبعدين تيجي تقع فجأة كده في كام كورة تتهز فيها نفسيا، لا احنا عايزين الهدوء بنفس النقل صح، بنفس الثقة بنفس الشكل اللي انت بتروح بيه على الجول. انت بقت النادي الاهلي دلوقتي ما نسينا الشوط على الجول، يعني اللعيبة بقت بتاخد الكورة عمر عايزة تخش بيها جوه الجول صح، يعني احنا من النقلة 22 بنجيب هدف، الكورة بتدور من ناحية اليمين توصل لغاية تحت وبعدين تطلع ناحية نص الملعب وبعدين تروح ناحية الشمال وبعدين تتعرض تخش تاني نص الملعب بتجيب جول، وده أحد الأهداف اللي احنا قلنا عليها من أحسن الأهداف اللي جت في مصر السنة دي. فالنادي الأهلي يملك الأسلوب ويملك التركيز إن هو ما يديش فرصة لشبيبة الثورة إن هو يحرز فيه هدف هنا أو
يشاركوا في المباراه. عشان كده بقول لك في اول 10 دقائق او ربع ساعه 20 دقيقه المفروض يبقى في تفوق عدد هدفي ما يخليش النادي تاخد ثقه عليك انك انت تنقل عليك حتى كوره. او اللاعب المصري لما بيلاقي انه التفوق واللعيبه كلها بتتحرك واللعيبه كلها الديفنس بتاعك حتى بيعلى، معنوياته بتاع المورال بتاعه بيعلى، ما بيغلطش، بياخد الحريه في الاندفاعات وبياخد كل حاجه. فعندك من اللعيبه كتير لو انا قعدت اوصفهم لك دلوقتي من التكمله داخل منطقه الجزاء من كل حاجه، مش ناقصنا اي حاجه غير التوفيق من عند ربنا. كابتن شريف، يعني لا قدر الله، لا قدر الله لو تخيلنا السيناريو السلبي دخل فيك هدف، ايه اللي كابتن شريف عبد المنعم ممكن يعمله؟ هل بيطالب اللعيبه بالتماسك بنفس طريقه اللعب بعدم الاستعجال في احراز الهدف؟ ده سيناريو. السيناريو الثاني كابتن شريف، لو الوقت عدى ونتيجه التعادل السلبي بدون اهداف، ايه اللي برضه ممكن كابتن شريف يطلبه من اللعيبه في اللحظتين دول، سواء انت متاخر بهدف او متعادل 0-0 والوقت عمال يعدي؟ خليك معايا ان النادي الاهلي هو من احد الانديه اللي لما بيتاخر بهدف، وانا اخد اقرب مره اللي هو ماتش الجونه مثلا، اتاخرت بهدف في ملعب صعب في فرقه صعبه، رجعت باحد التغييرات يملك الدكه والبدلاء، خدت بالك انه يعمل ديسو التغيير داخل الملعب لو هو شايف ان في شورت حصل في اخفاق حصل في الملعب. فالنادي الاهلي من الفرق الحقيقه اللي هي تقدر تتماسك وتقدر تلم نفسها بسرعه وتقدر تهدف وينسوا الهدف. يعني انت ممكن تلعب على واحد واثنين وثلاثه، انت الهدف ده مش هيفرق معاك حاجه، انت بتلعب على انك تكسب واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. عشان كده احنا دايما كنا بنحز ان احنا بنفكر ان احنا لما احنا بيبقى لينا السبق بيريحك نفسيا، على حتى لو جاء فيك هدف يبقى بتلعب على الفوز برضو، مش بتلعب على التعادل وبعدين ترجع تلعب على الفوز. فاحنا من الفرق اللي نقدر نتماسك، وعندنا الكوره اللي نقدر ننقل بيها الملعب، صح، نقدر نطلع بيها من الاطراف، نقدر فانا مش عايز الناس تتشد اكتر، او النتائج السلبيه اللي بتحصل مثلا المباراه زي الاخرانيه دي تبقى هي اللي مأثره عليا نفسيا في الشكل، انا ممكن يخش فيا جول وبعدين اعمل، لا لما انت عندك شواهد قبل كده في المباراه اللي فاتت كلها انت بتتاخر وبتتقدم وبتقدر تخش على الجول، وممكن تبقى كسبان 2 ويجي عليك ضربه جزاء 2-1 ويبقى الماتش على محك، وبترجع تجيب الجون الثالث ثاني وتجيب الجون الرابع. فاحنا كل اللي بنعمله دلوقتي دعم نفسي للعيبه اكتر من احنا نيجي نقول له انا لو دخل فيه جول لا، انا عايز دعم نفسي النهارده للاعبين ان احنا ما عندناش فرصه لاي حد انه يهددنا في اي حاجه. نادي الزمالك ما شاء الله لعب الماتش اللي فات اللي هو امبارح، الفرقه جورمان اللي هم كسبانين 4-2 ما راحوش على جنش اول تايم، حاجه تسعدنا كلنا يعني ان احنا فرقه مركزه مصريه بتادي ب 10 على 10 وبعدين بتكسب 4. يعني بتقول ان فعلا لما اللاعب المصري بيروح في اي حته بره بيتاثر بالمناخ اللي موجود فيه وممكن يتعرض لاي سلبيات، تحكيم بقى، جو، اي حاجه، تعب، ارهاق. ف اللي انا عايز اقولك عليه ان انت لما بتروح بره مش ده اللي هياثر عليك وانت بتلعب في وسط جماهيرك وجوه. اعتقد ان عندك من اللعيبه كويس ان هي على الارض مع العبها وفي وسط جماهيرها وكده بتاخد حريتها وبتادي 10 على 10 باذن الله. اللعيب رقم واحد يا كابتن هو الجمهور طبعا. ايه اللي كابتن شريف عبد المنعم بيطالب بيه الجمهور من خلال تواجده في مباراه يوم السبت ان شاء الله وتشجيعهم للنادي الاهلي؟ كابتن شريف عايز منهم ايه وتقول لجمهور الاهلي اللي هيكون موجود في الماتش ايه ان شاء الله؟ بنفس الحب ونفس الشكل اللي انت رايح تشوف لعيبتك وتشوف فريق عظيم، فريق كبير، بديله عمري وبديله كل اللي انا فيه. هو اللغه دي تترجم في التشجيع، يعني ان احنا نبقى ملتزمين فعلا في تشجيعنا للفريق واللعيبه ونحسهم على المكسب من اول ثانيه الحقيقه، وندهلهم زي ما كنا بننده زمان وما زلنا بننده على اللعيبه كلها بتروح وبكل الحب. نبقى عايزين جماهيرنا كمان هي اللي بتتسابق انها تروح، وحسن استقبال ليهم وحسن وجودهم في الملعب، وغير كده نرجع مع بعض ان شاء الله اول مجموعه. كابتن شريف، بعض المواقع التواصل الاجتماعي او زي ما بنقول السوشيال ميديا كانوا بيتكلموا ان على بعض الامور او بعض الكلام اللي حضرتك قلته على نادي الزمالك، واللي حضرتك قلت الكلام ده عاري تماما من الصحه. لكن قبل ما نتكلم فيه ونشرح وجهه نظر حضرتك وايه اللي تم فعلا وايه اللي هو ايه، انا مش فاهمه يعني بالظبط. احنا تعالى كابتن نشوف، وكابتن اسلام الشاطر والكابتن اسامه حسني والكابتن ابراهيم عبد الصمد والكابتن شريف عبد المنعم هم بيباركوا لنادي الزمالك على فوزهم امام فريق جورماهيا في بطوله الكونفدراليه امبارح، ونرجع نعلق. طب تعالى نشوف النهارده كمان لنادي الزمالك. طب تعالى نشوف، تعالى نشوف ونرجع نكمل، تعالى نروح نشوف ونرجع نكمل مع حضرتك، نشوف مع بعض فيها.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى بعد التقرير. الحقيقه النهارده برضو نادي الزمالك كان عنده مباراه هامه جدا امام جورماهيا الكيني وفاز باربعه اهداف مقابل لا شيء وصعد الى المركز الاول بثمان نقاط طبعا في البطوله الكونفدراليه. طلع في المركز الاول بثمان نقاط وبترو اتلتيكو النهارده ايضا فاز على نصر حسين داي بهدفين مقابل لا شيء وصعد للمركز الثاني خلف نادي الزمالك ثم نصر حسين داي في المركز الثالث بسبع نقاط وجورماهيا في المركز الرابع والاخير بسته نقاط لتتعقد ايضا هذه المجموعه بشكل كبير. نادي الزمالك عنده المباراه القادمه امام نصر حسين داي في الجزائر وبترو اتلتيكو عنده جورماهيا في انغولا وبالتالي هننتظر برضو في مباراه نادي الزمالك او في البطوله الكونفدراليه. احنا ليه بنتكلم عن نادي الزمالك؟ نادي مصري بيمثل الانديه المصريه في البطوله الكونفدراليه فبنتكلم عن نادي الزمالك ان هو فاز باربع اهداف. الحقيقه كان اداء رائع يعني انا شفت شويه من المباراه ادى اداء رائع في هذه المباراه. طبعا بنبارك نادي الزمالك النهارده على الاداء ونتمنى له ان شاء الله يستمر في البطوله ونادي مصري دي حاجه ثانيه. بس ايه المشكله يا كابتن شريف بقى؟ ايه اللي حصل؟ انا مش شايف ايه المشكله. مش انا مبارك كمان هنا في مقطع من امبارح مبارك لنادي الزمالك. ايه المشكله هم عايزين يعملوها؟ مش فاهم. حدثت بعض الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي كابتن شريف عبد المنعم يعني كان لا يتمنى فوز نادي الزمالك في بطوله افريقيا والكلام ده تماما عليه. انا اتمنى لنادي الزمالك طبعا وان هو كل مباراه بتمنى لاي فريق بيلعب بره مصر ان هو يتمنى وانا بتمنى لنادي الزمالك ان هو يكسب الكونفدراليه كلها وتمنيت معاك دلوقتي ان هم بيتكلموا عن ايه؟ بيتكلموا ان انا بقول ان النادي الاهلي يكسب الجزائر ويروح بعد كده يديله معنويات نفسيه عاليه ان هو هيقابل نادي الزمالك بعد كده وان شاء الله يكسب وينافس نادي الزمالك على بطوله الدوري. هم مش عايزين اقول كده ولا ايه؟ انا مش فاهم. يعني يا كابتن طبيعي ان المشجع الاهلاوي يتمنى فوزه على كل فرق في نفس البطوله لكن الزمالك ممثل مصر بيلعب في الكونفدراليه اكيد كلنا وراه اكيد كلنا نشجعه. نادي الزمالك نفسه عارف ان انا عمري ما اتكلمت عن نادي الزمالك بهذا الاسلوب. لو في اي حد ممكن يستغل اي حاجه ويمنتج بالظبط يمنتج طريقه او اسلوب على السوشيال ميديا انا غير مسؤول عن الكلام ده وانا مش من اللعيبه اللي هي المؤاخذه يعني بتتمنى انها تطلع في التلفزيون ولا حاجه عايزين سبقه او اي واحد صحفي يتكلم او اي حاجه يتكلم على اي. انا الناس كلها عارفه انا مين شريف عبد المنعم بيتكلم فيه واحنا بعيد خالص. انا اللي عايز يعمل اي فتنه بيننا وبين نادي الزمالك مش هينفع. الجماهير بترد عليه في الدقيقه 22 ودقيقه 74. استاذ منصور عارف شريف عبد المنعم ده مين؟ انا شريف عبد المنعم ده اللي هيتكلم على نادي الزمالك ولا ايه؟ جماهير نادي الزمالك كلها بتعشقني زي ما جماهير النادي الاهلي بتحبني. انا طول عمري اللعيب اللي عمري ما بقيت اطلع في اي محطات او اي حاجه عشان اتكلم على نادي الزمالك. انا عمري ما اتكلمت على نادي الزمالك بهذا الشكل. امر طبيعي يا كابتن شريف. امر طبيعي ان انا اتكلم على طبيعي ان انا اتكلم على النادي بتاعي يا كابتن عمر. صح مظبوط. انا اتكلم على النادي بتاعي واتمنى له الفوز واتمنى له الفوز في مباراه الاهلي والزمالك ونادي الزمالك يتمنى جماهيره الفوز على النادي الاهلي في مباراه الزمالك. انا حر ان انا اتكلم على نادي. انما انا هتكلم هيطلعوا يعملوا فرقعه ويعملوا اي حاجه على حاجه هم منتجينها بايديهم في السوشيال ميديا. انا ما قلتش الكلام ده وما ينفعش ان انا اقول الكلام ده وما زلت بقول لنادي الزمالك كل التوفيق في الكونفدراليه وتكسب ان شاء الله. ايه المشكله؟ انا ايه اللي حي... انا مش من الجمهور اللي بيطلع في الداعي يفضلوا يكلموا بعض على السوشيال ميديا وده يقولوا الاهلي كسب والزمالك خسر واحنا مش احنا ده. لا احنا في وضع مسؤوليه هنا نحاسب على كل شيء. صح. احنا بنقوله. انما انت هتركب لي فيديو تقول ان انا قلت وما قلتش انا ما ينفعش. انا مش ما ينفعش تعمل معايا كده. مش هتنفع تعملها معايا. انما انت بيفرجوني على حاجه بيعيدوها ثلاث مرات كمان يعني يقول لك ايه لا اصل الاهلي ان شاء الله هيتغلبوا ويطلعوا. غلبوا ويطلعوا ايه؟ مش انت بتجيب كلمه من حته ويحطها في حته ثانيه خالص. والناس فاهمه كويس قوي بتاعت الميديا وفاهمين الشغل. لا انا بقول لكم جمهور نادي الزمالك ان شاء الله تكسبوا الكونفدراليه. هاتوا بقى الناس اللي هي عايز تعمل الواقعه بيننا وبينكم. انا مش فاهم يعني انت بتسالني على حاجه ما حصلتش اولا ان انا اتكلم عن نادي الزمالك. وهاتوا اي حد من نادي الزمالك كلموه عن شريف عبد المنعم ونادي الزمالك. كابتن احنا اكتر واحد بتمنى له انا بتمنى نادي الزمالك اي خير في حاجه الا ان لما تيجي تلعبني. لسه بقول لك اتمنى لهم الخير لكن نفوز عليه. لا مش الماتش بتاعنا مش هينفع اتمنى لك الخير يوم الماتش بتاعي. انما هم والله العظيم ثلاثه ما بتمنى له. كل اصحابي زملكاويه على فكره يعني وبعض مع اصحابي زملكاويه كتير وانت عارف احنا كلنا في النادي زملكاويه على اهلاويه. مش ما فيش ما عندناش يعني الكلام انتوا بس انتوا هتركبوا يعني جايين على شريف عبد المنعم اللي هو عمره ما دخل في السكه دي او ملوش في السكه دي او ما ينفعش ابقى ليا في السكه. حتى لما حد بيتكلم على اتحاد الكوره او اي حاجه وانا قاعد بلمس وبلم الدنيا وبقول لا ما ينفعش. انتوا لما بتبقوا في موقع في اداره او اي حاجه بتتعرض لغطات كتير جدا تاخد فيها قرارات. انا مش من النوع اللي
بحاول اتسلق او اعمل اي حاجه او بروح عشان ابان في الميديا انا مش هذا الشخص يعني. انا وجماهير نادي الزمالك بتحبني زي ما جماهير النادي الاهلي بتحبني وانا راهن على ده. انما اي صحفي بقى اي حد تاني عايز على شيف عبد المنعم صعب قوي يا اخي. يا اخي انت لما عمرك ما شفتش في حته عمل مشكله او عمل اي حاجه. انا صريح شويه بس لازم اعمل كده، لازم اتكلم بلغه الجماهير. انما انا اجي اتسلق على نادي الزمالك واقول ان نادي الزمالك يخسر في افريقيا، دي حتى انا تقل مني انا في تاريخي انا كمان. داخلين يا كابتن على بطوله افريقيا، برافو عليك، عايزين يعني الناس تهدى. احنا كلنا رايحين نشجع مصر. وانا لما يجي في ماتش في المنتخب لاعب من نادي الزمالك يجيب جول، ما بنقومش نهايص كلنا ونبوظ بعض؟ لا طبعا، ما كلنا بنبوظ بعض وبنتمنى لكل اللعيبه انها تبقى سلام. احنا لما بنتكلم في حته بيأجلوا المباريات وبيعملوا المباريات وما اعرفش ايه الضغط اللي على اللعيبه دي، ما كل المنتخب مصر في الاخر. احنا مش عشان بس بطوله للنادي الاهلي او بطوله لحاجه ثانيه. انا كنت بقول للحاج عامر حسين لما تطلب تأجيل لنادي الزمالك والنادي الاهلي رايح اللعيبه هنا ورايح اللعيبه هنا مش اكتر، مش مسميات حتى كمان. يعني احنا ما بندخلش في الحاجات دي، ما بندخلش في اي لا لينا ان احنا نتكلم حتى في التأجيل، ولا لينا ولا في وضعنا احنا هنا حتى نقدر نقول حاجه زي كده. احنا بنتناقش مع الناس وبنتكلم في الفنيات والتحليل. انما انا حد هيجي يركب لي انا فيديو على البتاع بيصطادوا بقى حاجه عايزين يكلموا فيها عمر او يعملوا اي حاجه. مش هنا يا جماعه، مش هنا. لما انا اغلط فعلا في نادي الزمالك وبقى اعمل اللي انت عايزه فيا واطلع اعتذر لك الحقيقه، بس انا ما اغلطش فيك في نادي الزمالك. انا بتكلم نادي الاهلي وبكررها. امبارح احنا بنتكلم بنقول نادي الاهلي هيلاعب شبيبه الثوره وعندنا نادي الزمالك بعد كده، بنتمنى ان احنا نفسيتنا تبقى عاليه جدا ونكسب شوط صغير عشان لما نقابل نادي الزمالك اللعيبه تبقى فريش وحالتها تقدر تكسب نادي الزمالك ان شاء الله في المباراه الجايه والبطوله تشتعل. ده كل الكلام اللي اتقال حضرتك. يعني انت بقى حضرتك تعرف تمنتج كلمه صحفي يعملها مونتير يعرف يحط كلمه من هنا لهنا، دي مش انا. ونادي الزمالك يعلم تمام مين هو شيف عبد المنعم. يعني ما عنديش كل الصداقات وكل الحاجات مع اللاعبين السابقين والحاليين واداراتهم الحقيقه كمان. يعني هل يا كابتن شريف شايف ان السوشيال ميديا بقت نقمه في ظل التعصب اللي موجود ما بين الجمهور وبعضه؟ بتكلم على الجمهور اللي ما عندوش وعي رياضي، اللي ما عندوش روح رياضيه، اللي بيبقى عارف ان هو او مش بيبقى عارف بصراحه قيمه الـ 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 الفيديو اللي ممكن يمنتجه وممكن يشيره على الفيسبوك وبالتالي يحصل شير 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 ويحصل التعصب ويحصل فتن. هل حضرتك شايف ان السوشيال ميديا نقمه ولا نعمه في الوقت الحالي اللي فيه كره القدم؟ بس السوشيال ميديا انها تشعلل الدنيا، خدت بالك؟ دي نقمه. دي يعني لا، دي بقت اندستري، بقت صناعه جو عام انك انت تخلي الناس تهتم. وشريف قال وفلان. طب ردود الفعل يا كابتن على اللعيبه، كابتن شايفها عامله ازاي؟ اللاعب انا كنت لاعب كوره وعارف، ما كانش في سوشيال ميديا كابتن على ايام حضرتك. ما كان اي حد بيكتب في الجرايد في الاهرام الصبح او الاخبار اي حاجه عننا كويس او وحش، اللي كان بيكتبه مثلا كابتن نجيب السكاوي يديني 6/10 او 7/10، ازاي انا مش 9/10 او 8/10؟ فكان بيوجهني في ما كانش عندنا التراشق ده. احنا كان معانا الباشمهندس محمد حسن حلمي ايام زمان، اب لينا واخ لينا، يعني اخ كبير وكبرنا، ويجي يقول لنا انت كويس كابتن حسن شحاته يطمن عليا لو ما بلعبش مباراه. اي احنا كان عندنا صداقات فظيعه بينا وما زلنا بينا ولاعيبه الزمالك، انا والخواجه وفاروق جعفر وحسن شحاته والناس دي من اهم الصداقات اللي موجوده في وازاي بتكلم عنهم في غياباتهم وفي حضورهم وفي كل وقت. انا بتكلم على جميع اللعيبه. احنا النهارده انا كنت من الناس اللي بتكلم على لعيبه في نادي الزمالك اقول هم مش النهارده من اهم اللعيبه اللي موجود. طارق حامد مثلا، بتكلم ان طارق حامد لما بيلعبش مباراه مع نادي الزمالك بيفرق كتير قوي. كنت ببقى ساعات اتكلم عن طارق حامد، خدت بالك ان هو على طول متعصب وعلى طول انما انا عايز اقول لنادي الزمالك حاجه وجماهيره، انتوا النهارده في وضع هايل. نادي الزمالك في وضع جميل جدا النهارده في الدوري وفي البطوله الافريقيه. واقسم بالله انا راهنت على نادي الزمالك هيكسب الفرقه دي، مش 1-0 اللي راح لعبها هناك لان الماتش اللي اتعادل 1-1 ده، دي مش فرقه تتعاد مع نادي الزمالك. وكل اصحابي كل الناس عارفه ان انا وانا بتكلم على نادي الزمالك كنا بنتمنى، كنت مراهن عليهم انهم هيكسبوا 3-0 الماتش دي الفرقه. يقولوا لي الفرقه اللي هم اتعادلوا معاهم اخر ثانيه دي واحده، قلت لهم امكانيات نادي الزمالك قد النادي دي 10 مرات. فاحنا كناس فنيين او مقدر لينا ان احنا نقعد ونتكلم زي ما انا بتكلم انا وانت كده على الشاشه، بلاش يعني لو عايزين تخترقوا اي حاجه بلاش، ما مش ما مش معايا حد يعني. ما ينفعش انا واسلام، ما ينفعش انا واسلام نقعد نبارك لهم وما اعرفش ليه هم ما جابوش المباركه بتاعتي انا هنا على الشاشه وانا ببارك النادي الزمالك. عشان حضرتك تقولها بقى بقك، مش حضرتك تقولها انا بقولها بقي. بقول للنادي الزمالك عايزك تاخد الكونفدراليه بس كده. لا بقى حد يجي صحفي عايز ينتمي لنادي الزمالك ويعمل لنفسه حلقات
يا عم طب شوف لك حد كل يوم بيطلع في الميديا مش شريف عبد المنعم يعني. كابتن شريف انا مقتنع ان لعيبه الكوره دايما هم اقل فئه تعصبا في كره القدم. يعني انا عارف ان لعيب الكوره دايما بيحب فريقه من غير تعصب، بيبعد تماما عن الحاجات دي، ينبسط لما حد يكتب عنه كلمه كويسه. انما هيجي حد يكتب عنه كلمه مش كويسه، هو مش فاضي، ده عنده اشكال احترافيه، نفسه يبقى محترف بره زي صلاح وزي النني وزي اللعيبه دلوقتي بقت. انا يعني كمان يا كابتن بتكلم على الشكل منين، الشكل منين اللي انا هقضي بيه الفتره اللي انا موجود فيها في الملاعب، داخل بلدي ولا خارج بلدي. اللعيبه ما بقتش السوشيال ميديا دي مأثره فيهم قوي. طيب كابتن شريف، انا بتكلم على كابتن شريف عبد المنعم نفسه، ان هو مش متعصب للدرجه ان هو يتمنى للفريق المنافس ان خساره في بطوله افريقيه اخرى بيمثل اسم لا مصر. لا ما تنفعش دي خالص. طبعا انا بتكلم كابتن شريف عبد المنعم او اي لعيب كره قدم لاعب كوره ما بيكونش متعصب التعصب الفظيع، اكيد بيكون بيحب فريقه وبيحب الفريق اللي بينتمي ليه، لكن لا يتمنى الخساره لفريق اخر في بطوله بيمثل فيها مصر. مظبوط كده. اعمل فوت كده في بين على جماهير الزمالك على شريف عبد المنعم، كويس ان هو اهلاوي صرف. دي حاجه كويسه قوي، انه يتمنى الخساره للاسماعيلي ولا المصري فينا كابتن. مش ولا المصري، شوف انا بقول لك ولا المصري ولا الزمالك، ده ما بقاش مصري. انا نفسي ما بقاش مصري. انا نفسي ما بقاش انسان كويس. ان انا اتمنى النادي الزمالك او اي نادي مصري. ده انا فرحت جدا لما الاسماعيلي رجع البطوله، رجع تاني البطوله. زعلت جدا واحنا متفوق، شفت بقول ايه واحنا، يعني لسه بقول واحنا الاسماعيلي متفوق في الجزائر 1-0 وبعدين 1-1 2-1 وبعدين يتغلب 3-2. انا ما صدقتش، ما كملتش بيت المباراه فما صدقتش انهم اتغلبوا. يعني شوف انا بقول لك ايه بنيتي، وانا واحنا بنلعب في الجزائر هناك والاسماعيلي متقدم، انا دي نيتي معايا فرقه ومصلحتي وانا بتفرج على نادي الزمالك ان هو يكسب. ايه مصلحتي انا ان فرقه جايه من بره، اي فرقه جايه خارج بس افريقيه شمال افريقيا، انها تكسبني وتمشي؟ ما ينفعش يا عمر، مش انا اكبر صح. من كده بكتير قوي. ده كلام كابتن شريف عبد المنعم، وانا بالنيابه عن يعني كل الاهلاويه وبالنيابه عن نفسي، اكيد احنا لا نتمنى ابدا خساره اي فريق بيمثل مصر في بطوله افريقيه، ولا نتمنى اي شيء سلبي. بالعكس احنا بنركز مع نادينا، بنتكلم على نادينا، وكمان بنشجع وبندعم نادينا ايا كان الوضع اللي فيه النادي الاهلي. طبعا اكيد كلنا كاهلاويه نتمنى فوز النادي الاهلي في اي مباراه بيلعبها، سواء في بطولات افريقيا او بطولات محليه، لكن ان احنا نتمنى خساره وتكون على الهواء او تكون حتى واحنا خارج الهواء او قاعدين مع اصدقائنا او مع قرايبنا لنادي مصري بيلعب في بطوله افريقيه، اعتقد ان الموضوع ده عاري تماما من الصحه. واحنا كاهلاويه ما عندناش الاخلاق ولا روح الرياضيه اللي حضراتكم بتتكلموا عليها، لكن وارد ان يكون في بعض الدواخل الجديده على السوشيال ميديا والدواخل الجديده على الرياضه المصريه ان هم يبداوا يعملوا فتن. فكرتني بحاجه بقى، خلينا نضحك شويه. إيه كده؟ انا كنت عامل فيلم مع ليلى علوي، بعمل مشهد معاها، راحوا جابوا لي كلمه اسمها قتلتيها ليه، بقت اشهر كلمه. خدوا برضو الكلمه بنفس المونتاج بنفس الشكل، قتلتيها ليه قتلتيها ليه قتلتيها ليه. هو في حد بيطلع في فيلم يقول قتلتيها ليه؟ انت نجم يا كابتن شريف. ما هو النجوميه حاجه، ما تدخلونيش انا يا جماعه في يعني انا مش عارف، يمكن جانبهم حظ التوفيق معايا انا، مش معايا انا يا عم. روح اسالوا جماهير الزمالك عليا انا، ما تنفعش. تعالى يا كابتن نرجع، مش هتعمل فورتينه بيني وبين الزمالك في ماتشات افريقيه. انما انا من حقي لما ابقى واقف في المدرجات يا عمر والزمالك بيلعب الاهلي والاهلي يجيب جون وارفع ايدي تفرح طبعا ونفرح، ما كلنا بنفرح وكلنا بنبوس بعض انتوا كمان هتحاسبونا؟ هي وصلت لكده؟ صح يا كابتن. طب يا كابتن تعالى، ما ينفعش. تعالى نرجع تاني يا كابتن للدوري، واسالك بقى على نادي الزمالك بعد مباراه شبيبه الثوره. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى فوز النادي الاهلي، والنادي الاهلي يصعد خلاص، وضغوطات بطوله افريقيا راحت لحالها. النادي الاهلي بيستعد لمباراه الزمالك، بس عنده 14 يوم راحه. هل حضرتك شايف ان بعد ضغط المباريات وبعد ما الاهلي تعود ان هو يكون عنده حمل تدريبي معين ومحدد، يجي عليك 14 يوم بدون اي مباريات، وبالتالي هتلاعب فريق كبير زي نادي الزمالك في مباراه حاسمه، هل حضرتك شايف ان دي ممكن تكون فيها سلبيات ولا فيها ايجابيات اكتر؟ لا احنا عندنا تبقى ايجابيات الحقيقه. ليه؟ يعني لا انت مش عارف تاخد 3 4 ايام على بعض راحه للعيبه. يعني انت بس يدوبك مباراه مصريه يا كابتن شريف، مصريه مش مصريه، ما انت لازم تستهوى تستشفى. حلو، انت محتاج الكلام ده، محتاج عوده لعيبه معينه. انت اللعيبه هتبقى اول اجازه بياخدوها، مش يقعدوا في البيوت. لا والمنتخب داخل اصله كمان طبعا 17 طبعا، يعني عنده لقاءين مع نيجر ونيجيريا. فعندك لعيبه منهم كمان هتروح تلعب هناك، انت مش وانت من اكثر اللاعبين الموجودين عندك في المنتخب من الاهلي والزمالك، كويس؟ يعني انت في فرق مش هتقعد برضو، القوام الاساسي بتاعها هيبقى موجود عندك بره في المنتخب، شغالين وبيلعبوا ماتشات، وما تعرفش هيطلعوا سلام الماتشات ولا مش سلام، عندك ضغط برضو. يعني انت مش رايح فسحه في ال 13 يوم دول او ال 14 يوم. الاهلي محتاج الحقيقه،
محتاج يشوف لعيبته كويس قوي، محتاج لو في حد عنده شد خفيف انكر رجله زي شناوي، اكرامي ظهره مثلا مش عارف ايه، انت في مراكز معينه انت محتاج ال 13 وال 15 يوم دول. مش هنكر ان انا محتاج ال 15 يوم دول، وفي نفس الوقت محتاج عوده ازارو ومحتاج عوده احمد فتحي. فدي بتديك فرصه كبيره قوي للناس اللي هي بقى لها فتره مش عارفه تخش جوه الفرقه. وليد سليمان كمان قوه ضاربه جدا لما ترجع. انت محتاج يعني محتاج ال 14 يوم دول او ال 13 يوم دول، مما لا شك فيه انك انت محتاج الماتشات دي، لانك عندك لعيبه كمان هتروح المنتخب عايزه تثبت، او منتخبات هيطلعوا بره عايزه تثبت لفرقها هناك ان هم في احسن حال وفي احسن مشاركه وفي احسن اشغال لمراكزهم نفسها، يعني هم الاحق في المراكز، فهيبقى عندهم برضو شكل دولي هم ملتزمين بيه. كابتن شريف، عايز اروح مع حضرتك لجانب مهم جدا للمدير الفني للنادي الاهلي ومستر مارتن الاساطي والعامل النفسي اللي دايما بيتعامل بيه مع لعيبته، وانا شايف ان ده حاجه مهمه جدا، التواصل مع لاعب كره القدم من خلال المدير الفني نفسيا قبل معنويا وفنيا داخل الملعب ده شيء مهم جدا. وممكن استشهد على كلام اللي انا بساله او سؤال بساله حضرتك ده على تجربه سولشاير مع فريق مانشستر يونايتد، انه بنفس اللعيبه اللي كانوا موجودين ايام مورينيو، مورينيو ما عرفش يقدم بيهم نص المستوى اللي قدمه سولشاير. فهل فعلا يا كابتن شريف ان 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 حته العامل النفسي اللي لاسارتي بيتعامل بيه مع اللعيبه، هل ده فعلا احد الفوارق اللي بتكون مهمه في النادي الاهلي داخل الملعب؟ انت المدير الفني الشاطر اللي هو يقدر يندمج وينغمس جوه اللعيبه ويخليهم يحبوه ويثقوا فيه. صح كده. يعني دي مش سهله جدا انك انت تبقى بمنتهى الانسيابيه ده كأنك عايش معاهم بقالك فتره. استقبال المجلس الاداره والاجهزه الفنيه بتاعت النادي الاهلي ليلى سارتي لما جت اديته شيء من الطمانينه ان هو في كيان كبير قوي في شكل فعلا اللي بيتقال عليه نادي القرن ونادي البطولات ونادي كل ده. الراجل حس بالحب اللي موجود من اول ما قعد في وسط الجماهير النادي الاهلي، حس قد ايه النادي ده هو الاول، هو السمعه الطيبه اللي هي بتصاحبه دي كلها هو صحيح. كل ده شيء ملموس على الارض الواقع. الحظ بتاعه انه ما جه كمان وشاف الاصابات اللي موجوده في كل اللاعبين دي، وما زال هذا النادي ينافس، وما زال هذا النادي في حرب امام جماهيره ان هو الاول وانه يفضل الاول. ادته ثقه كبيره جدا ان هو مع معدن جامد جدا من اداره ولعيبه واجهزه وكل حاجه. فالراجل خلاص بانت طبيعته معاهم، اتعامل بكل ثقه، اتعامل وهو حاسس ان هو اللي في ايد امينه مش اللعيبه بس اللي في ايد امينه مع لاسارتي. فهو الراجل حس بكل الاجواب وكل الجوانب وكل شيء موجود جوه النادي من اعضاء وجماهير واستقبال وعمال وكل حاجه، بيدوا له الثقه ان هو يقدر ينتج ويقدر يطلع كل الكره اللي عنده والسمعه اللي مصاحبها معاه وهو جايبها من الكره اللاتينيه اللي كان بيلعب فيها. فاحنا اي حته بيجي اي مدرب بياخد المناخ بتاعنا بيطلع اللي عنده الحقيقه بكل شفافيه، احنا بنستقبل وكله. فادام اللعيب حبك يبقى انت راجل ممتاز، انت راجل صح، انت راجل ماشي على الخطى الثابته، واحنا بنقول لك اهلا بيك، وانت فعلا في شورت تايم عملت طفره كبيره قوي. كام في الميه مباراه الاهلي والزمالك اللي جايه في الدوري ممكن تحدد بطوله الدوري العام؟ سؤال صعب. 70% يعني الفريق اللي هيفوز بنسبه 70% حسم بطوله الدوري؟ ممكن نقول كده؟ يعني الزمالك لو فاز يبقى 70% 80%. طب لو الاهلي فاز؟ ما زال في فرق نقاط لازم يحصل نقطة واحدة يبقى في حاجة. لو الزمالك فاز لقاء مؤجل لو كسب المقاولين العرب الزمالك احنا على طول بنحسبها باربع نقاط، ما بنحسبهاش بنقطة واحدة. ما كسبش لا قدر الله عشان ما حدش يقعد عليه انا عايز الزمالك يخسر ومش لا، دي منافسة شريفة. انا قلت لك انا ما بحبش اخد الدوري الا من الزمالك، والزمالك ما بحبش اخد الدوري الا من الاهلي. بطلوا بقى ايه تدخلونا في شكل مش الاهلي كسب الموضوع. الاهلي لو كسب طبعا ان شاء الله الزمالك بقى ربنا معاه مع بيراميدز ومع الفرق الثانيه كلها، هيبقى في ضغط نفسي. ما هو انا اللي انا قلته في الناس وناس ترجمته غلط، ان انا عايز الاهلي يكسب ويخش في افريقيا بقى وياخد وضعه، والزمالك يكسب ويخش ياخد وضعه، وبعدين يقابلوا بعض في الاهلي يكسب الزمالك فتقترب القصه. فاهم؟ فواحد قال لك ايه ده، بيقول لك بيتمنى الخساره. طب شايف المنافسه بيتمنى الخساره للنادي الزمالك. انا بتمنى الخساره للنادي الزمالك ماتش انا مش في افريقيا بس عشان الناس تفهم. طيب شايف يا كابتن المنافسه ازاي في الدوري الموسم ده؟ قويه؟ منافسه قويه جدا
اقوى موسم يا كابتن ممكن يعني نشوفه؟ اقوى موسم انا شفته الحقيقه من جميع الفرق من تحت لفوق يعني. النهارده كل فرقه بتكسب بتطلع ثلاث مراكز لفوق. فرقه تبقى زي انبي زي متزيله الوضع. شكل عمرها ما تعودت عليه. بتروجيت عمرها ما كانت بهذا الشكل. الداخليه يمكن عامله زي الاسانسير طالعه نازله. انبي وحراس حدود تعادل 0-0 وبالتالي يبقى الوضع كما هو عليه. فريق يعني انبي والمصري للمقصه كمان تعادل 0-0 مع فريق الداخليه. وبالتالي الصراع يا كابتن القاع بيشتعل لسه. يعني النجوم هو اخر فريق عنده 22 نقطه بيتساوى مع انبي 22 نقطه والداخليه في المركز 16 ب 24 نقطه. دول الثلاث مباراه النهارده كمان بتتلعب. في مباراه النهارده بتتلعب طبعا اللي حاليا بتقام وادي دجله والجيش. المصري والاتحاد عمل لا كان في ثلاث لقاءات الداخليه ومصر المقصه 0-0 ده انا شفته ده على الارض بتاعت الشرطه. وانبي 0-0 وحاليا تقام وادي دجله والجيش 0-0. دجله عنده فرصه كبيره ان هو لو فاز يبعد شويه. موقف الداخليه وموقف انبي وموقف النجوم سيء جدا جدا. والجونه والاتحاد ده هيطلع امتى؟ لا بص يعني احنا يعني حضرتك بتتكلم عن مراكز بتتكلم عن ماتشات. لا انا كنت فاكر ان الجونه والاتحاد ده بيطلع لا لا اللي عند حضرتك الفرق الثلاث ماتشات النهارده كان في ماتشات امبارح بتتلعب اقول لحضرتك عليهم. بس يا كابتن يعني شايف المنافسه في القاعه تبقى شرسه الموسم ده ولا انا اقول لك على حاجه. النجوم وانبي والداخليه كويس العين عليهم في ان هم اللي هينزل منهم. انا ما اقدرش اضمن لك ان اي حد في دول ممكن ينزل. دول يكسبوا ماتشين يفرقوا كتير جدا. انت ممكن تلاقي فرقه طالعه لغايه 26 بونت و28 بونت و33 بونت مع عدد المباريات اللي جايه بتنزل تاني. الانتاج الحربي ده شفت بيلعب ماتشات عامله شكلها عامله ازاي. ممكن بكره كابتن الجونه والاتحاد ان شاء الله الساعه 3 ده الجون بقى ده الماتش اللي انا مستني اتفرج عليه. وسموحه والاسماعيلي الساعه 6 بكره في لقاء الساعه 3 ماتش يعني مباريات مهمه جدا لسموحه مباريات مهمه جدا للاتحاد الاسكندري بعد المباراه الكبيره اللي عملها. شايف يا كابتن ممكن انبي ينزل درجه ثانيه السنه دي؟ لا انا مش شايف اي فرقه الحقيقه عشان ما حدش لسه كابتن ما تقدرش تتوقع. أنا لا اتوقع لاي احد ان هو بيتعادل النهارده بكره يكسب بعده يكسب مباراه تانية. انا مش عارف العمليه عامله زي الملاهي كده كل طالع نازل. حتى انت لما بتقول لي الزمالك والاهلي ممكن الزمالك والاهلي يتعادلوا وانا يعني انا مش عايز اقول ان انا شايف نتيجه المباراه اقرب. اتمنى فوز الاهلي انما هي فرقتين جامدين جدا هيلعبوا بعض. انا لاول مره ببقى بشوف القوتين او كفتين الحقيقه على مستوى كبير جدا. ان ممكن اي حد جماهير الزمالك تبقى مقتنعه بقوه الاهلي وعودتها دلوقتي وجماهير الاهلي عارفه ان الزمالك عنده تيم هايل السنه دي. ف المنافسه الحقيقه كل الناس اللي طلبت ان عشان خاطر المنتخب وعشان اللي حصل تلاحم بين المواسم ان الدنيا تتاخر او تتعطل او الدوري يتاجل او الدوري يتلغي او لا. انا شايف من اقوى السنين اللي انا اتفرجت عليها للدوري العام هو هذا الموسم الحقيقه. كابتن شريف شرط يعني شرفتنا وعطينا واستمتعت جدا بالحديث مع حضرتك واتكلمنا في حاجات كثيره جدا وما تغيبش عننا في الاهلي الليله. انت بس فاجئتني بحكايه نادي الزمالك دي. انما انا بشكرك على اللقاء الجميل ده ولو كان في اي حاجه وضحناها اتمنى اكون وصلت لنادي الزمالك وجمهور الاهلي اللي انا بحبه كله يعني. ربنا يخليك يا كابتن شريف. في نهايه الفقره الاولى من الفقرات الحواريه في الاهلي الليله مع نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم. قبل ما نروح فاصل عشان نستقبل الكابتن حسين شكري مع الزميل العزيز محمد سعيد. حضراتكم عارفين طبعا ان في بعض التعديلات الاتحاد الدولي لكره القدم يعني اتخذها كانت حوالي 9 تعديلات عن قانون كره القدم. وبالتالي تعالوا نروح ونشوف تقرير بيتكلم على احدث القرارات اللي اتخذها الاتحاد الدولي لكره القدم ونرجع علشان نناقشها مع الزميل العزيز محمد سعيد والكابتن حسين شكري. النقطة الأولانية خاصة بالقرعة. احنا عارفين النظام الحالي أو القانون الحالي بيلزم اللاعب اللي يفوز بالقرعة إن هو يختار لازم يختار الملعب. يعني مش من حقه يختار إن هو يبدأ خلينا نقولها بالعامية يسنطر يعني. دلوقتي القرعة بقت منصفة حسب التعديل الجديد أنت من حقك تختار يا إما تسنطر تبدأ يعني يا إما تختار نص الملعب. ودي كانت من التعديلات
اللي معموله في ركلات الترجيح او الركلات من علامه الترجيح. كان ساعتها من حقك تشوط او تصد. اشمعنى في بدايه المباراه ملزم بس بنص الملعب؟ ففي تم التوحيد دلوقتي، بقت اي قرعه دلوقتي اللي بيكسبها من حقه يختار. الحاجه الثانيه خاصه بالتبديل، وانتم ملاحظين انه احيانا بعض الفرق وهي متقدمه او هي النتيجه في صالحتها وعايزه تضيع وقت، فبتضيع وقت بالتبديل. يقول لك المدرب بيعمل التبديل ده عشان يضيع الوقت. هو بيضيع وقت ازاي؟ انه اللاعب اللي خارج بيتباطأ في الخروج، واول ما يشوف نفسه هيتبدل يروح قاعد على الارض، وبعدين يبتدي الحكم يدور عليه هو رقم كام، وبعدين عقبال ما يروحوا له واللعيبه الثانيه تروح تمسك فيه ويزقوه عشان يخرج، والحكم يفضل يجري جنبه، واحيانا بياخد انذار. فدي التبديل اصبح وسيله من وسائل اضاعه الوقت خاصه في اللحظات الاخيره. في حاجه كانت اداريه شويه، انتوا عارفين ان اللاعب المصاب وما بيجي يطلب العلاج وبيخرج ما بينزلش الملعب الا بعد الاستئناف. حصلت مره مشكله وفرقه اتحسب لها ركله جزاء، واللي بيشوط ركلات الجزاء هو المصاب وخرج وتم علاجه قبل تنفيذ ركله الجزاء، بس مش من حقه ينزل الا لما تتنفذ ركله الجزاء. فحابين نرجعه هو اللي يشوط، طب هنعمل ايه؟ فبالتالي فكروا في انه اللاعب اللي يتم اصابته داخل منطقه جزاء الخصوم، وبالاصابه دي تم احتساب ركله جزاء. لو الفرقه بتاعته عايزاه هو اللي يشوط، هنا الحكم بيسمح له للعلاج البسيط، العلاج اللي هو مدته قصيره، انه يتعالج وما يخرجش، طالما هو اللي اتحسب على اللي صالحه ركله الجزاء وهو المعني باللعبه، يعني هو اللي تم اصابته. وبالتالي بننتظره بعض من الوقت القصير، القصير دي بيحددها هنا حكم المباراه، علشان لو هو اللي عايز يشوط ركله الجزاء. احنا بنشوف في المباريات اي حد من الاجهزه الفنيه، مدرب، مساعد مدرب، اداري، بيتم طرده من الملعب او بيتم انذاره، ما بيستخدمش البطاقات. لا، النهارده البورد اقر استخدام البطاقات حتى للمدير الفني، وحتى للبطاقه الحمراء والبطاقه الصفراء. دي ليه ميزه كبيره قوي. نمره واحد، النهارده المدير الفني لما تطلع له البطاقه الحمراء هو بالنسبه له هيبقى شكلها وحش قوي، فابتدي النهارده هو هيبقى تيك كير بقى، هياخد باله انه مش هيتم طرده شفوي او يقول له من فضلك اطلع بره، لا ده هيطلع له البطاقه الحمراء، هيبقى زيه زي اللاعب. كمان هيبقى في انذار. قبل كده الانذارات دي كانت بتتعمل لو سمحت يا كابتن اخر مره تتكلم مثلا، بعد كده لو اتكلمت تاني هطلعك بره، ده انذار، بس ما كانش بيبقى حد عارف انه في انذار، وبتخلص المباراه وبينتهي الامور لانه ما بيعملش حاجه تاني، وبالتالي ما بيبقاش في عقاب. لا، النهارده هيبقى في انذار هيطلع، وبالتالي طالما هيبقى في انذار وطالما هيبقى في بطاقه حمراء او طرد، اعتقد هتصاحبها من لجنه المسابقات بعد كده عقوبات. شفنا ظاهره في الفتره الاخرانيه وحصلت عندنا في مصر هنا مره او مرتين، وهي موضوع انه اثناء هجمه الفرقه تبص تلاقي كره دخلت الملعب زياده. طب علاجها ايه؟ قانونا كنا بنوقف اللعب ونعمل اسقاط، طب والفرقه استفادت ايه؟ اللي هي الهجمه بتاعتها دي تم اجهاضها. فطلع النهارده قرار جديد بانه اي فريق هتترمي كوره من ناحيته داخل الملعب هيتم طرد المدير الفني. مش اي حد، المدير الفني، اي حد رماه. ليه بقى؟ لان حضرتك انت المسؤول عن انت القائد بتاع المنطقه الفنيه، وبالتالي اي تصرف من تصرفات اللي موجودين انت اللي هتتحاسب عليه اذا كان يتعلق بمساله القذف الكره داخل الملعب. فرقه بيتحسب لها فاول، واللعيب اللي ارتكب الفاول ده او المخالفه هياخد انذار. هم عايزين يلعبوا بسرعه، فبتبص للحكم يقول له لا استنى، ده انا مديله انذار، ويوقف اللعب ويكتب الانذار ويطلع الانذار وبعدين يقول له العب. لا، احنا اللي جاي بقى او الجديد انه اي فرقه عايز تلعب بسرعه العب بسرعه، والحكم لازم يسمح لهم، وبعدين في اول توقف يرجع يدي الايه، يشهر الانذار للاعب. واعتقد ان ده برضو نوع من انواع سرعه استئناف اللعب، ونوع من انواع ضبط الوقت. كره خبطت الحكم وراحت للفرقه الثانيه، وعملوا هجمه، جابوا منها جون او ما جابوش منها جون، ما عملوش. كنت لما بنسمع الحكم هوا، الحكم كانه مش موجود. طب هو هوا وكانه مش موجود، لكن ايه ذنب الفرقه الثانيه ان هي تبقى الهجمه بتاعتها وعشان تخبط في الحكم تروح رايحه للفريق الثاني
النهارده الجديد انه الحكم هنا يوقف اللعب ويعمل اسقاط، يعني ما بقاش الحكم هوا، ما بقاش الحكم كانه مش موجود، لا بقى اصبح الحكم النهارده عامل خارجي. عامل خارجي بمعنى انه زيه زي اي عامل خارجي لما تخبط فيه الكوره او تصطدم فيه الكوره يتعمل اسقاط. انا شايف ان ده منتهى العداله. كان في حاجه بتتطبق وما زالت بتتطبق وهتفضل هي هي وكان ما جاش فيها تعديل، لكن بتتعمل من ورا القانون، من خلف ظهر القانون، وهي لمسة اليد التعمد فيها ضروري وشرط لاحتسابها. بس كنا بنطبق كل ده في كل مكان في الملعب في أي حتة على أي حد إلا على المهاجم اللي داخل منطقة جزاء خصومه، لما كرة كانت بتيجي في إيده وتتسبب في هدف كنا لازم بنحسب لمسة يد، فكنا بنعتبرها متعمدة مع أنها مش متعمدة، كنا بنعتبرها لمسة يد مع أن ده مخالف للقانون. وكل ده بيطبق في العالم كله، ولما تيجي تقول للحكام وتقول لهم هي كده، يعني هي كده ملهاش مرجع، مرجعها غير صحيح. لمسة اليد فيه حاجة اسمها يا إما متعمدة يا إما غير متعمدة. بعض المدارس كانت بتقول إحنا ملناش علاقة بده، إحنا إذا كانت متعمدة تتحسب، مش متعمدة حتى لو جي منها جول ما تتحسبش. وبالتالي صدر بها تعليمات في التعديل إنه لمسة اليد اللي تحصل وهي غير متعمدة ويتسبب تتسبب في هدف بيلغى الهدف وتحاسب لمسة اليد. بنشوف في الحيطة لما بتتعمل العشر ياردات بيجي المهاجمين عايز يدخل والمدافع يزقه وعايز يخش في وسطهم ويبعدوه، وبعدين يجي الناحية دي يبعدوه، يجي الناحية دي، فبتحصل بينها مشاكل. طيب النهاردة التعديل قال إنه من حقك تقف بس متر بعيد عن الحيطة، يا إما قدامها بمتر يا وراها بمتر، على اليمين متر على الشمال متر، يبقى انت هنا مش بتتداخل مع الايه مع الحيطه. وانا شايف برضو ان ده تنظيم رائع وشايف ان هو هيفيد كتير في كره القدم. حارس المرمى اثناء تنفيذ ركله الجزاء سواء الترجيحيه او في الملعب كان بيبتدي يعمل حركات ويتنطط ويلمس العارضه دي ويلمس العارضه دي ويطلع ورا خلف المرمى، قال لك لا احنا عايزين ندي الفرصه كامله، يعني هم الهدف انه ركله الجزاء دي عقوبه قاسيه جدا فعايزينها تتنفذ لصالح الفريق اللي اتحسبت له. النهارده الزم حارس المرمى بعدم الاتيان بهذه الحركات عدم لمس العارضه، ولازم يكون على الخط وعلى الاقل رجل واحده على الخط، الثانيه مش قدام ممكن تبقى ورا، لكن لازم تكون في رجل على الاقل على الخط. اخر حاجه بخصوص ركله المرمى، ركله المرمى كان من شروط تنفيذها انه الكوره تتحط في أي نقطة في منطقة الست ياردات، جميع اللاعبين الخصوم خارج منطقة الجزاء لا يحق لهم أن هم يلعبوا الكورة أو يلمسوها إلا لما تخرج خارج منطقة الجزاء. بعض اللاعبين كانوا بيستغلوا ده في إضاعة الوقت، كانوا يلعبوا الكورة بطيئة بحيث أنها ما تخرجش وبالتالي يرجع يعيد تنفيذها مرة تانية. لا النهاردة التعديل الجديد بمجرد لمس الكرة وتحركها أصبحت في اللعب، يعني المهاجم من حقه يخش بقى منطقه الجزاء وياخد الكره بس بشرط لحظه التنفيذ يكون هو بره منطقه الجزاء. ده ببساطه شديده كل اللي جه في النقاط اللي جت في التعديلات الجديده، انا شايف انها هتساعد في تقليل اضاعه الوقت، هتساعد شويه في تنظيم بعض الامور اللي كانت بتدار بمعرفه الحكام وكانت بتختلف من حكم للتاني حسب قوة شخصيته، زي فكرة مثلا انه يسمح باستئناف اللعب وبعدين يدي الانذار، لا بقت ملزمة. النهاردة شال عن الحكام الحرج ووحد الكل في موضوع لمسة اليد اللي على المهاجم اللي بيتسبب منها هدف يحرز داخل منطقة الجزاء، اكثر عدالة في انه اللاعب اللي يحسب له ركلة جزاء ويتم علاجه في الخارج كان محروم من تسديدها، النهاردة اصبح له الحق في تسديد ركلة الجزاء.